شاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنتهي المهلة اللي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستكمال شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام 1445 هجرية إجراءات السكن اللي تم تخصيصه لرحلات الحج، سواء سبق معاينته من لجان الوزارة أم لا، وده عبر موقع الوزارة. النهاردة تنطلق فعاليات امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط بجامعة الأزهر بنين وبنات، وده بمقر كلية طب البنين بالقاهرة. جدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا دبلوم وماجستير الجزء الأول والجزء الثاني نظام قديم وحديث في التخصصات الإكلينيكية والأكاديمية، بتقام في كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة من عمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة، هيلتقي سيراميكا مع المصري الساعة 4 العصر، في السابعة مساء هيلتقي الإسماعيلي مع فيوتشر. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في الجولة 33 من عمر الدوري، هيلتقي ليفربول مع كريستال بالاس الساعة 3 العصر، في نفس التوقيت هيلتقي ويست هام مع فولهام، 5:30 هيلتقي أرسنال مع أستون فيلا.